بسم الله الرحمن الرحيم. إلى العزيز الأكرم المكرم، الأجل المود، الأحشم الرضي، الأعز المحترم، مشاهدي برنامجنا هذا، حرسه الله تعالى ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن تكون في أفضل حال على الدوام، ونحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ولا جديد من طرفنا سوى هذا البرنامج الذي سنتشرف بمرافقتكم من خلاله على مدى أيام هذا الشهر المبارك. مبتهلين إلى الله جلت قدرته أن يجد من لدنكم القبول والفائدة والرضا، هذا ما لزم باختصار. وإن بدا لكم رأي فيما سوف تشاهدون فالبيان، والسلام خير ختام. من محبيكم فريق البرنامج، الأول من رمضان من عام 1437 للهجرة. هذه مقدمة متواضعة للأجواء التي سنعيشها في الحلقات القادمة إن شاء الله. في فترة ما قبل النهضة، وقبل أن نعرف وسائل التواصل المختلفة التي نعرفها اليوم بمجرد لمسة أو حتى بمجرد أمر صوتي تصل الرسالة إلى حيث نريد، ربما مبالغة نقول قبل أن يرتد إلينا طرفنا، هذا هو وضع اليوم. أما في فترة ما قبل النهضة وقبل عقود من الزمان، فكانت ربما الوسيلة الوحيدة المتوفرة للتواصل بين الناس هي المكاتبات أو المراسلات التي تأخذ زمنا طويلا من ذهابها إلى عودتها، من ذهاب الرسالة إلى عودة الرد. هذا هو موضوع هذا البرنامج على مدى الحلقات القادمة إن شاء الله.
تكمن أهمية هذه الرسائل والرسائل بشكل عام في أنها تحكي أحداث في التاريخ العماني حدثت سواء كان في عمان أو في الأقاليم ما وراء البحار كشرق أفريقيا وزنجبار والكونغو والبر الأفريقي وتنجانيقا والدول المطلة على البحيرات العظمى. تخيل عزيزي المشاهد أن تعود إلى أحد هواتفك القديمة الذي لم تشغله منذ سنة، سنتين، ثلاث، تفتح الهاتف من جديد وتعود إلى قائمة الرسائل التي كانت موجودة على هذا الهاتف. كم ستكتشف من معلومات، من أخبار، من حكايات مرت عليك، من أحداث وهكذا. ستكتشف أرشيف جميل موجود داخل ذلك الهاتف الذي أهملته، فما بالك برسائل مضت عليها عقود من الزمن، عشرات السنين. نفتح اليوم هذه الرسائل من جديد لنقرأ ما فيها، لنقرأ لغتها. فعلا عالم خاص جدا، عالم في منتهى الجمال وفي منتهى الكشف. نكشف أشياء كثيرة في هذه الرسائل، نرصد أحداث كثيرة جرت في حقبة ما. الأجمل ربما والأعمق أننا نكتشف مشاعر، مشاعر وعواطف جياشة حملتها تلك الرسائل، لأن تلك الرسائل كانت كما أسلفنا تكاد الوسيلة الوحيدة للتواصل، فبالتالي يسكب فيها الكثير من المشاعر التي ستنتقل إلى المرسل إليه إلى الطرف الآخر. هذا ما نفعله في هذا البرنامج من خلال سبر أغوار هذه الرسائل، هذه المكاتبات، وهي أنواع وفئات ومواضيع سنتعرف عليها أكثر. تنقل الرسالة واقعا أحيانا يعني يصعب أن يتخيله المشاهد في هذا الزمن، وبمجرد ما يقرأ الرسالة كأنه يرى المشهد أمام عينيه. الرسائل لها فلسفة حتى في طريقة كتابتها، وهناك من عرفوا بحسن الخط وبجودته من خلال مراسلاتهم، فمجرد ما تصل إلى المرسل إليه تروق له الرسالة أحيانا من جودة الخط ومن حسن العبارة. أيضا هناك وسائل وأدوات كانت متداولة لم تعد الآن، لا نشاهدها الآن إلا ربما في المتاحف، كالمحابر القديمة التي كانت تصنع من الفخار، طبعا الدواه التي يمزج فيها المداد، والمحبرة التي توضع فيها الأقلام كانت تصنع إما من النحاس الأصفر المعروف محليا بالشبة، أو النحاس الأحمر المعروف محليا بالصفر، أو من الفضة حتى أحيانا. طبعا هي تعود يعني الصنعة إلى مستوى صاحب هذه القطعة الفنية الجميلة. صنعة المداد نفسها كانت عبارة عن صنعة كيميائية مرت بتجارب عديدة، وهناك من تميزوا بالإتقان في صنعة المداد مع اختلاف ألوانه بين الأسود اللي هو الشائع أكثر، والأحمر الذي كان يميز بعض المفردات والعبارات في النص الذي يكون بالمداد الأسود. الرسائل أنواع وفئات، الرسائل تم تبادلها بين مختلف فئات المجتمع. هناك الرسائل بين العامة من الناس، هناك رسائل بين الشخصيات الكبيرة من حكام وغيرهم، هناك رسائل بين التجار، هناك بين العلماء والأدباء، فلكل نوع من هذه الرسالة خصوصيته ولغته. الحقيقة ونحن نبحث في هذه الرسائل خلقت لدينا الكثير من الدهشة، نتمنى أن نصدر لكم نفس هذه الدهشة. هناك من الرسائل ما حملت أسراراً بداخلها، ربما فك أسرارها
ذلك المرسل إليه الرسالة، وربما مات السر بموت صاحبه وصاحب تلك الرسالة. وهناك الكثير من الطرائف، يعني حكى لي أحدهم ممن عاصروا بعض هذه الأحداث أو الحقب، أن في بلد أجنبي كانوا يمررون للمساجين من بني جنسهم رسائل لأنها مكتوبة باللغة العربية، ولأن ذلك الشعب لا يعرف العربية وربما فيه من المسلمين، فالرسالة عادة تبدأ بالبسملة، فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فالسجان عندما يرى الرسالة يعتقد أنها مجرد دعاء، ولا نقول مجرد، يعني مجرد بمفهومه هو، الدعاء شيء كبير، يعتقد أنها دعاء ولا بأس أن تمر على السجين أو تخرج من عنده. وبينما حملت تلك الرسالة الكثير من الشفرات بين من بداخل السجن ومن بخارجه وهكذا. إذن الرسائل عالم فيه الجمال وفيه الكشف، وهذا ما نحاول أن نقدمه لكم في الحلقات القادمة. اللغة السواحلية من الأصل تكتب بالحروف العربية لأنها جزء أساسي، جزء أساسي من هذه اللغة هي اللغة العربية. ساهمت اللغة العربية في تشكيل اللغة السواحلية، وانتهت اللغة إلى أن تكون جزء متكامل مع اللغة العربية، ويتحدث بها أصلا سكان الساحل المسلمين. هذه هي اللغة السواحلية.